النهارده حسيت بحاجتين، حسيت انه هو فكره التعديل التغيير المستمر، انه حد مثلا راس حربه زي احمد رياس الريان وبعدين يبقى جناح مثلا، انت مش يعني اللعيبه برده مش متعودين على تغيير مراكزهم بهذا الشكل، ده اول حاجه. تاني حاجه الروح، هل في روح كده مش موجوده وسط اللعيبه؟ مفيش، ولا عشان الماتش النهارده تحصيل حاصل، ولا ايه؟ لا، الاول طبعا الفكره الاولى هو المدير الفني طبعا لما بيحب يغير من لعيب من مركز لمركز، زي ما حضرتك قلتي محمد شريف بيلعب ناحيه الشمال، ياسر ريان بيلعب ناحيه اليمين، والاثنين بيلعبوا في انديتهم كراس حربه صريح رقم 9، فدي ممكن تكون فكره اللعيب الجوكر اللي ممكن يعتمد عليه المدير الفني في اكثر من مركز. حضرتك عارفه ان طبعا القايمه بتبقى محدوده، قايمه يعني مثلا عندك 22 لعيب، فانت بتختار اللعيبه اللي ممكن تلعب في اكثر من مركز. فالنهارده ممكن مستر كروش بيجرب اللعيبه في اكثر مركز، يعني النهارده شريف شمال، ريان يمين، فيما بعد ممكن يستخدم شريف في القلب مكان مصطفى محمد، ممكن ياسر ريان هو اللي يلعب في القلب. التباديل والتوفيق دي بيستخدمها المدير الفني في الماتشات الوديه علشان يبقى عنده اكثر من فرصه لاختيارات اللعيبه. انا بختار النهارده لعيب بيلعب في اكثر من مركز، فدي بالنسبه للمدير الفني بتبقى حاجه جيده وحاجه قويه جدا بالنسبه له، بتوفر عليه كتير جدا. افضل ما يختار لعيب بيلعب في مركز واحد وبالتالي بياخد مكان في القائمه، هو ممكن يستعين بيه بلعيب تاني متميز في اكثر من مركز. دي رقم واحد. رقم اثنين، هو فعلا الروح اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما كانتش موجوده النهارده، بس ده عشان الماتش، عشان طبيعه الماتش نفسه. يعني ولا الماتش اللي فات، يعني اوكي احنا تعادلنا طبعا، كنا مغلومين 2-0 وبعدين اتعادلنا، لكن برضو انا ما حس يعني شوف ماتش الاهلي والزمالك، لا روح تانيه. انا هقول لحضرتك مشكله منتخب مصر دي او مشكله الفرق المصريه بشكل عام في اللعب بره ملعبها، يعني مشكله كبيره جدا. مباراه الجابون زي ما حضرتك اتكلمتي قلتي، مباراه انجولا برضو، المباراه اللي فاتت، انت كل المباريات اللي بتلعبها خارج ملعبك هي دي الازمه اللي موجوده عند منتخب مصر. ده نصهم محترفين يا كابتن، نصهم محترفين ازاي يعني؟ ده الواضح على فكره، انا بكلم حضرتك على النموذج الموجود قدامنا. يعني مباراه الجابون مع كابتن حسام البدري انت مغلوب 2-1 وبتتعادل في الدقيقه 90، مباراه انجولا برضو المباراه اللي فاتت انت مغلوب 2 برضو وبتتعادل برضو في الشوط الثاني، فانت عندك ازمه كبيره كمنتخب مصر في اللعب بره ملعبك. مشكلتنا استاذه لميس بشكل عام في المباريات اللي هي النوك اوت، حتى لو حضرتك ترجع بالذاكره مباراه غانا اللي كنا بنلعبها واتغلبنا فيها 6، لو تفتكر 6-1 بره ملعبنا هناك، وهنا في مصر كسبنا 2-1 او 3-1 وخرجنا برضو من تصفيات كاس العالم. مشكلتنا كلها في عدم وجود الشخصيه بره الملعب مش جوه ملعبنا، يعني دي بتمثل لنا عائق كبير جدا جدا. اتمنى مستر كروش يقدر يسيطر عليها، لان الموضوع ده انت هتلاقي فرقه كبيره جدا، يعني لو لا قدر الله وقعنا مع الجزائر هتلاقي فرقه 27 مباراه ما خسرتش منهم ولا مباراه، لا بره ملعبها ولا جوه ملعبها. بالظبط 27 مباراه، يعني ده رقم كبير جدا. نتمنى بقى ان احنا نشوف هنقع في مين حظنا في المباراه الفاصله او مباريتين الفاصلتين. بشكرك كابتن احمد بلال نجم الاهلي السابق.